فريق الحار تفضل سي السؤال المويل الله يبارك كيما نعرفوا في الارض تشرق الشمس وتغرب مره واحده يوميا السؤال يقول في الفضاء قداش من مره تصير عمليه الشروق والغروب الاقتراحات مره واحده 9 مرات والا 16 مره فريق الحار سؤال هذا مهم عنديش في الفضاء انا شايف معلقه في السماء غالي على شكون باش تزرق ولا باش تغرب علينا احنا تغرب وتشرق على الاخرين الضوي ضوي ديما ضوي ضوي عليهم يا توقيت ضوي عليهم ايش معناه انا مره واحده مره واحده قاعده تضوي مره واحده على طول هكا يدوني ديريكت ديريكت شو يقولوا 9 مرات ديريكت الله نجيب اكثر من الشمس هذا يا بربي شو تدور على الدنيا كلها اكثر من الشمس هذا شو تعمل هاك هاك سامحني يقول لك اذا كاني معلقه في السماء قداش مره تصير عمليه الشروق ما هكا شارقه تمشي على روحك هي تصير كل ساعه ونص في النهار يا عبد الحميد اجابه غالطه 16 مره نحب نفهم نحب نفهم مش باش نفهمها حكم ربي مش باش نفهم فهمني خلنا نستوعبها يا ربي اعبد ربي انت عندك شروق وانا عندي غروب والله غريبه ساعه ما فما كواكب الفوق فما كواكب احنا اذا كان باش نجاوب المنظومه نتاعنا الشمسيه عندنا شمس واحده ما فما كواكب الفوق ما فما شمس يدوروا عليها هذوكم الكواكب اللي احنا ما نعرفوهمش اي 16 مره تمشي وتجي اي مره اخرى نحكيو فيها اي مره اخرى نحكيو فيها 16 مره تمشي وتجي فما الكائنات الفضائيه الزرق هذوك مش نقول 16 مره فما الاخضر فما الصفر والله معلومه ما نعرفهاش ما نعرفهاش صح شيف صحيت كفاية ملهريسة بعد شوية سي عبد الحميد قعدت لكم كان العظمة فريق الحلو نعم يلا إلى متى؟ إلى متى وإحنا كذلك يا هذا إلى متى الفرص تجيكم وتفلتوا؟ عاد هو فلتها رياض شنو نعمل لون؟ بلال رياض أنت عينيك خضر أي خويا زرقهم شوية حاضرين؟ حاضرين فرصة أخرى ما تضيعوهاش جامي دو سون تروا هذاك كان باش تخسروا كان باش تخسروا يا قفلي وجمت لنا يا قفلي كنا نصفقوا توا انتوما مرتين ضيعتوا الفرصه ضيعنا كي نقولوا جامي دو سون تروا معناها ساعات كان ضيعوها المرتين ما خليتوش نكملش نقول لكم ما نحبش نقولوا مثلا ولا انا فرصه الربح اكثر احنا هاي شنو؟ ولا انا لا لا وليد ما تعثرش عليا راهو معايا يا ودي ما باش نديرو خمسة كي يسكت يا ودي كي يسكت شوي يلا هاي السؤال ما رجعنا الكركم سؤال يقول شكون اول حيوان طلع للفضاء اللي شرقت عليه الشمس هذيك في رحله اطلقها الاتحاد السوفيتي صغير بلو الاقتراحات بريك القرد البيرت الاول الكلبة لايكا ولا الفأر سبلنتر لايكا جاي انا حكيت الرجال علمني زيرا كلب لايكا كلب لايكا كلب لايكا الكلبة توا صديقي كيما لي بينالتي سكور سيد المخرج يا غرت يا غرت يا غرت ومعجون باهي تقعد لكم شاميه فوالا مطالبين كان تجاوبوا على السؤال نتاعو ان شاء الله ما تغصصش انتوما تجاوبوا وتستناو نستناو السؤال الموالي كيف تحب تحل الواتساب من الحاسوب شنو هي الحاجة اللي يلزمك تسكانيها؟ أهلا مرحبا سخرت عليها بربي كير كود كير كود ولا هاش ار كود كير كود كير كود كير كود كير كود لا وعم حلو خليك عمل لك ايه معناها عامل عليه رونفوا كير كود كير كود كير كود كود لارود حاج اسماعيل تعرفوا الكير كود خليقه ولا صنيعه؟ صنيعه بالليل عرفت مشي لهم حبيت تثبت ال اكتبني اسمعني انت يا صحن ملوخيه قاعد ساكت خير لك لا 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 ربي يهديه ربي يهديه ادعي له بالهدايه ادعي له بالهدايه ربي يهديك يبقى عليك الستر جواب صحيح برافو فريق الحار
خذينا العظمه، خذينا العظمه، خذينا العظمه. شويه عظمه وفحات ما نعرفش شنو، ما نعرفش شنو نجموا نعملوا بهم. فقس عظمه شويه ملح فلفل اكل اموركم هي. نذبحوا هذه حتى كملوا امورنا واضحه. تماركيو المونش لون عندنا. تاخذوا التحريشه من عند شيف غسان. باهي.